السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سي حميد. وكدير عم الحاج لاباس عليك؟ الله يطول عمرك مولاي. والله ينورك ودي عم الحاج الله ينورك. بارك الله فيك أخويا. هاد اللي دعارك منورة الله ينورك الله يزيدك نور في نور. حافظك الله ورعاك الله أخويا الله يطول عمرك مولاي. عم الحاج بغيتك تدعى معايا مع الوليدات والوالدة والخيات. أيها مولاي. المرحوم الله يرحمه الوالدة باقة حية والوليدات والإخوان الله يجازيك ودعم الحاج. يا ربي يا كريم أخويا سي حميد. يا ربي يا كريم. أنا واحد المدة وأنا كان عايق لفاصل بك وما كيشتش لي الخط. يا ربي يا كريم أخويا. واحد قريبا واحد العامين ولا. اسمح لنا مولاي. اسمع سي حميد اسمح لنا أخويا. الله يجازيك ودعم الحاج ودعم أنا يا ربي. دعنا انا راه تندير واحد البركه وكان كندعي للجميع نطلب الله سبحانه وتعالى كنطلب للجميع. اي اخويا السي حميد دابا حنا كنسمعوا فيك في الميديا دير لنا اخويا هذه البركه حنا كنحتاجين ليها ديرها لينا اخويا ونسمعوها واحد الدعوه ديال الخير ها ما تيسر. تندير البارك تنكوي وتنبخ على اي انسان عنده شي الام وتندير ليه البارك وتنكوي الوليدات الصغار. تبارك الله تبارك الله. وسي حميد هاد البركة هاد البركة واش ورثتيها ولا جاتك عطية من عند الرحمن؟ واش شنقول لك عن الحاجة هذا السر كون بيني وبينك ونعاود لك. هيا خويا خلي السر. البركة كتبقى سر ما خشاش تعاود. لا تعاودت كتضيع البركة كترتفع البركة. خليها سر بينك وبين مولاك. كون كان عندي التليفون الهاتفي بيني وبينك انا نعاود ولكن مع سميتو خصني نعاود راه سير. واخا سي حميد ناخذ التليفون نتواصل معك ومزيان اخويا البركه هي لا, لا, لا تحكى لا تروى وانما تطوى. خليها بين العبد ومولاه باش تبقى البركه نافعه والا يضيع نفعها. انت كندير البروك يعني ما كنطلب لك شي حاجه تيقيني الناس الضياب اللي عندي المهم ما نحتاج شي حاجه ما كنتمناش كنشد فلوس ولا نتاوى ولا داك الشيء يعطاني شي حاجه تنشد اللي ما عطانيش تنبدا. هذيك رحمه من عند الله تعالى وديك البركه اللي كتاخذ هي غير باش تستعن بها على الحياه لانك كتنفق وقتك وكتبقى متفرغ مده طويله بدون عمل كتستعن بها على الحياه وانما انت هدفك هو تقديم الخدمه والمساعده للمرضى والمحتاجين. تماما الحاج وتنطلب الجميع من الحاج ملي تنجي في العشيه تنصلي تنتاج الله سبحانه وتعالى تندعي للناس كاع اللي درت المبروك وتندعي للجميع وتندعي للجيران والاحباب والاصدقاء والاصحاب والقبيله والاسلام كل شيء تندير له دعاء. واخويا حميد حنا بغيناك دابا الان دير لنا واحد الدعاء نسمعوه كامل ونتبركوا به. ها ما تيسر. الحاج راه مأثر شويه المخ مأثر واحد شويه. اي خويا الله يحسن عوانك. مرتاكب فهمتي مرتاكب حيت واحد المده وانا تنسميتور انا حاليا يعني مأثر بزاف ما غاديش نركز مزيان هذا هو اللي كاين. الله يشافيك اخويا الله يشافيك والله اللهم تعالى يتقبل منك هذه البركه ويزيدك الله نور في نور وفتح في فتح. شكرا لك سي حميد فعلا البركه هي موجوده وربنا عز وجل تكلم عنها كثيرا في كتابه العزيز في إشارات خفية منها قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكثير ما يقول رب ننزل بركات. البركات هي البركة هي واحد العطية يعطيها الله تعالى لمن شاء من عباده وفي الغالب كتعطى لواحد الإنسان كيتسمى المجدوب جذبته رحمة الله. انسان كيكون هكا عادي ما عليه ما به حتى كيلقى ديك البركه جاتو بحال سيدنا لقمان. لقمان كان عبدا وكان خادم عند الناس ولكنه كان تقيا ورعا وكان كثير الصمت وكثير التامل وكان فيه القناعه والرضا فاعطاه الله تعالى هذه البركه ديال الحكمه انه كان نائم جاءت الملائكه وسقته من ماء من انهار الجنه فلما شرب الماء قال ما هذا
قالوا هذا أنهار الحكمة، فصار لسانه لا ينطق إلا بالحكم. وقد نقل عن لقمان الآلاف المؤلفة من الحكم، والقرآن الكريم ذكر من عشرة تقريبا عشرة أحكام حكم في سورة لقمان الحكيم. علمنا لقمان الحكمة أن يشكر لي وللناس، فحكمة بالغة أو تكون بركة ديال الشفاء والدواء يعطيها الله من أحب من عباده. هذه البركة إلى طالك المولى لابد من كتمها، لأنها إذا إنسان بقى يتكلم بها وكأنه يفتخر، يدخل لإبليس من هذا الجانب ويضع لي واحد النوع من الغرور، فإذا دخله الغرور تضيع البركة، خصو لابد يسترها. يقول بركة طهري يا مولانا ما عرفش كيفاش خلاها بنوب المولاية، كل ما خلاها مستورة كتبقى فيها الطاقة النورانية، وكلما كشفها ضاعت نورانيتها. ثم هذه البركة يستعملها في طاعة الله، أنه يعالج بها المرضى والمساكين، كلك يحط الدعاء على الحريق، يا ما رأيت بأم عيني هاتين اللتين سوف يأكلهما الدود. رأيت أناس عندهم البركة في يديهم، كيجي واحد عنده الحريق شديد جدا، شحال ديال لي بوماد وشحال ديال الأدوية، كيبخ وكيمر بيدو، وسبحان الله العظيم ليلة وضحاها كطلع القشرة وكتعود لباس. شحال من واحد عنده البياض في عينيه، عنده البياض فعلا، وخصو عملية جراحية وخصو بزاف ديال الإجراءات. كيجي واحد مول البركة عنده بلسانه كيلحس عليه بلسانه، كيشفطها مسخون، وكيجبد ديك الجلال اللي عيني على عينيه. وكل واحد عطاني الله تعالى هذه، وكثير وكثير اللي كيجبر العظام. يا ما رأيت وناس كتلقى مكسر، خصو الراديو وخصو التحاليل وخصو الأدوية وخصو المسكنات، كيجي هذاك غير بيديه فوطة كيكمدها بالمسخون وكيطرق طرق يرد العظام بلاصتو. كتسولوا واحد الوقت كنت فضولي كنلقى هاد الناس كنسولهم كيف تعلمت هذا، يا ما رحلت اليهم، البعض في مراكش والبعض في سطات والبعض في سبت كزولة والبعض في كل واحد في منطقة، شي في مرزوقة، كتقلب كتسولوا منين جتي هاد البركة، كيقول لك ما عرفتش، انا غير كنت هكذا تلقيت عندي. كتقول لي استرها وانفع بها العباد وما تجعلهاش سببا للكسب، إلا أنت دير غير السبب واللي أتقول بسم الله، إلا كان قليل غنتفع به، إلا كان كتير كل منه وانفق منه ووسع به على الفقراء، وربي غادي يبارك لك حتى تلقى مولاك عز وجل. وكم منهم ماتوا ومشاو كانت خاتمتهم طيبة حتى لقوا قبورهم يفوح منها مسك، وكل بقي على قيد الحياة وكرموا الله تعالى وبقي في الصلاح، وكل الله يسترنا ويستركم دخلوا إبليس وغير وبدل وطلب الدنيا وأصبح من أصحاب السمعة وكذا، وضيع عليه فرصة ذهبية. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. نطلب الله تعالى سي أخي الفاضل سي حميد، الله يحفظ لك العائلة والأحباب ويرحم الأموات أجمعين. نطلب الله تعالى في هذه الساعة المباركة، هذه الساعة في الوقت المتأخر من الليل، كنا وعدنا الأحباب الكرام أننا غندير واحد الرقية، رقية جماعية للمسي وللعين، ولكن أدركنا الوقت، إن شاء الله نرجئها إلى يوم الغد. الغد إن شاء الله ندير واحد ختام الحلقة نص ساعة الأخيرة، ندير واحد الرقية جماعية وبالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأذكار الربانية، نلتمس من الله تعالى أن يدفع عنا وعنكم البلاء، لأن البلاء هجم على بعض الناس. هناك بعض الناس يبكون ويشتكون كيشعر بأن عندهم هجوم للبلاء، كل اللي عنده الفقر الشديد، وكل اللي عنده الأمراض الشديدة، وكل اللي عنده الإحباط النفسي الفظيع، وكل اللي عنده المشاكل العائلية، صراعات بالأزواج، كل واحد كده له. مولانا عز وجل نحن نستدفع هذا البلاء بالدعاء، وإن شاء الله غدا بإذن الله في مثل هذا الوقت وهذا اليوم ندير واحد الرقية في نص الساعة الأخيرة من البرنامج، تكون بالأذكار الربانية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ندفع بها البلاء، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من الشقاء والغلاء، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من العين والسحر والحسد، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من شر الخلق، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا بالسبع المثاني والقرآن العظيم. وغنقول الأحباب الكرام، لما القام يقول يكثر من الصلاة على النبي، لأن الصلاة على النبي شفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وهي يوم القيامة شفاعة.
ربنا يشفع بها للعباد يوم القيامة. صلوا على رسول الله تفوزوا في الدنيا وتنعموا في الدار الآخرة. فصلوا على رسول الله خصوصا يوم المشهد الأكبر، يوم البعث، يوم النشور، يوم الهول، والناس يكونون حفاة عراة غرلا ويلتمسون الغوت ويلتمسون الإنقاذ، ولا يجدون إلا خير الخلق محمد بن عبد الله يتدخل للإنقاذ. فصلوا وسلموا كثيرا على خير هذا النبي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.